لموضوعنا؟ يلا موضوعنا. طبعا أخصائية تغذية منار أبو صبيح صارت معنا بالاستديو لحتى نحكي عن معدل الحرق. كلنا بنعرف ممكن نوصل لفترة عمر معينة نحس حالنا ما عم نضعف، ما عم نحرق، وبنكون مستغربين ليش بعدنا نفس الوزن نفس الجسم مع إنه نفس روتين الحياة. يسعد صباحك منار أبو صبيح، وأهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. نعم صباح خير. صباح الورد. يعني موضوع مهم جدا، معدل الحرق في الجسم، حابين نعرف إيش هو معدل الحرق، كيف ممكن أقيسه؟ طيب تمام. بداية من الطبيعي جدا إنه كل شخص بيختلف معدل حرقه عن الآخر، من ناحية كمان بيختلف من مكونات جسمه، من ناحية الكتلة العضلية، من ناحية الكتلة الدهنية، ومن ناحية كمية السوائل أو المي بالجسم. فمن خلاله رح يتم احتساب معدل الحرق حسب مكونات كل جسم للشخص من ناحية الكتلة العضلية والدهنية اللي حكيت عنهم. فبيجي عندنا مصطلح اسمه نسبة الأيض أو عملية الأيض. عملية الأيض أو نسبة الأيض هو عبارة عن عمليات كيميائية بتصير بالجسم، بحيث كل ما كانت نسبة الأيض أعلى كل ما كان معدل حرق السعرات الحرارية أسرع. فمن هون بيجي عندي معدل الحرق. هلا مثل ما بنعرف في ناس بيكون معدل حرقهم مثلا عالي، في ناس معدل حرقهم بيكون مثلا بطيء. طبعا هاي في لها عوامل معينه بتاثر على طب خلينا نحكي عن طبيعه الجسم. في اكثر من عامل اكيد، في عوامل بتاثر على حرق الجسم، خلينا نحكي عنها. تمام. اول شيء العمر، علاقه بتكون عكسيه. هلا كل ما بيزيد العمر كل ما بقل معدل الحرق. طب شو السبب؟ برضو هلا الواحد لما يكبر بالعمر العمليات الحيويه والايضيه بالجسم بتقل، بسموها الميتابوليزم او الميتابوليك ريت بتقل، فشيء طبيعي رح تقل. يعني من اي عمر نبلش احنا نحس؟ هلا شوفي من 30 تقريبا، من 30 وفوق. تمام. اما بالعشرينات فبيكون الشباب فعادي، ما في بيكون معدل الحرق ممكن يكون عالي، وخصوصا اذا اشتغلنا على هذا. ايوه بالضبط. تمام. هلا في عندنا كمان النشاط البدني بيلعب دور. في فرق بين اشخاص مثلا ممكن تكون طبيعه شغلهم مثلا بيكونوا قاعدين على مكتب فما في حركه، تمام، فبهاي الحاله اكيد معدل حرقهم يكون بطيء. في اشخاص مثلا بيكونوا بسموهم حركين، بيتحركوا كثير معدل حرقهم منيح. في مثلا الكتله العضليه، الكتله الدهنيه، الكتله العضليه كل ما كانت بالجسم اعلى كل ما كان معدل الحرق اعلى. الكتله الدهنيه كل ما كانت اعلى كل ما كان معدل الحرق اقل. فلازم ننتبه لهدول العوامل. يعني عوامل كثير ممكن تاثر على معدل الحرق فعليا. ولكن بدنا نتحدث عن علاقه استهلاك السعرات الحرارية بالضبط، كيف ممكن تأثر على الوزن؟ تمام. هلا مش صح كل شخص له احتياجات خاصة، فأنا إذا أخذت أقل من احتياجاتي فبهاي الحالة طاقة الجسم رح تقل، فرح تأثر على نسبة الأيض أو عملية الأيض، فبالتالي معدل الحرق رح يقل، فمش رح أوصل للهدف اللي أنا بدي إياه. فدائما إحنا بنحكي خلينا ناخذ احتياجات جسمنا، لا زيادة ولا نقصان. في حالة نقصنا السعرات الحرارية في الجسم ما رح يزيد معدل الحرق؟ لا لا ما بيزيد، بالعكس بيقل. خاصة منار في كتير أشخاص عندهم مفهوم خاطئ للوجبات، بتقول لك أنا مثلا بأكل بس وجبة باليوم وما بعرف ليه أنا دائما بنصح، مع أنه غلط. بهاي الحالة الجسم بيدخل بحالة مجاعة أو starvation mood. فاحنا كل ما اكلنا وجبات اكثر كل ما اكلنا كل ما زدنا من معدل الحرق. طبعا ممكن بصير يعني طبيعه الجسم بتصير عارفه ما رح يجيها غير وجبه واحده. بالضبط. في عندنا ساعه بيولوجيه بالجسم فبتعرف امتى الشخص بده يدخل هاي الوجبه مثلا، فيلا بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات يلا الوجبه الثانيه، فبيبلش يحرق. ففي ساعه بيولوجيه الجسم عارف متى بحرق، متى باكل، متى بصحى، متى بنام. كيف ممكن نعزز الحرق الجسم؟ يعني حلو. اذا عم تحكي لي انه انا ما دخل عدد وجبات الاكل في الموضوع وكل ما قللتها مش معناته رح يزيد الحرق. أوكي. كيف يعزز؟ تمام. اول شيء انه انا اتناول اغذيه مناسبه باوقات مناسبه. احنا بنحكي بشكل عام خمس وجبات باليوم، ثلاث وجبات رئيسيات بيناتهم وجبتين خفيفات، بين كل وجبه ووجبه بترك من ساعتين لثلاث ساعات. فبهاي الحالة أنا بعزز من الحرق. شرب المي، كل العمليات الحيوية جدا، كل العمليات الحيوية والأيضية بالجسم بحاجة لوسط مائي، بدها مي عشان تكمل هاي العمليات. وبعدين شرب المي بيلعب تقريبا 70% بنزول الوزن. نخفف من التوتر، العامل النفسي كثير بيلعب دور بالموضوع. ليه؟ لانه بيرتفع عندنا هرمون الكورتيزول فبالتالي بيؤدي لتخزين الدهون. وغير هيك ممارسة الرياضة
طبعاً ومارس الرياضة النشاط البدني، هذا إشي كتير بيساعد على تعزيز معدل الحرق. طيب منار، شو بتعطينا نصيحة للأشخاص اللي فوق الثلاثين؟ اللي تحت الثلاثين هيك حارقين وهم مرتاحين وقاعدين، اللي فوق الثلاثين هلأ شوفي، هي النصائح للكل بشكل عام مش بس الثلاثين، أي عمر نفس النصيحة. أهم إشي أنه يتبع نظام غذائي صحي بغطي جميع احتياجاته، يحاول يبتعد عن الأغذية أو الأنظمة الغذائية الغير صحية حتى ما يدخل بأمراض معينة. يعني إحنا كمان من أسباب معدل الحرق مثلا البطيء في نقص بالفيتامينات، أمراض معينة مثل مقاومة الإنسولين، مثل كسل بالغدة الدرقية مثلا، هاي بتلعب دور كتير كبير، أو مثلا الوراثة بتلعب دور كمان. أكيد. نعم. منار، بدنا أغذية معينة ممكن تزيد من حرق الدهون، وبالمقابل في أغذية ممكن تقلل من حرق الدهون، قد ايه الغذاء مهم بهالحالة؟ هلا ما في شيء اسمه أكل عنجد بحرق دهون، هلا هو بيحتوي على مواد مضادة للأكسدة. هلا كل الأكل بشكل عام منيح، طبعا إذا كان طبعا نحكي مثلا من بروتينات لكربوهيدرات مفيدة، طبعا مش الكربوهيدرات المكررة الغير مفيدة. احنا ما في أكل معين هذا بحرق هذا ما بحرق، كل الأكل بتاكل عادي بس بحسب احتياجاتي. يعني أنا مثلا أنوع من الفواكه، أنوع من الخضار، هذا بيساعد برضو، فيه كمية ألياف عالية. أكيد. الأكل الجاهز؟ لا أبدا أبدا. طيب. مستحيل ولا شوي. مستحيل ولا شوي. عاد إحنا بس نأكل الجنك فود يعني أول شيء بنحس إنه مبسوطين، بس بعدين بنحس بتقل رهيب. أبدا أبدا، لأنه فيه دهون عالية مشبعة وفيه كمية صوديوم كمان جدا عالية. هل الدهون مضرة بالجسم؟ وهل فعليا وجود الدهون بيكون صعب إنه نحرقها بالعادة أو لا؟ هلا ما في إشي صعب، طول ما أنت عم بتعود جسمك على إشي صح ما في إشي صعب. ممارسة الرياضة، الأكل الصحي، شرب المي، العامل النفسي، النوم المنيح، كلياتهم بيساعدوك حتى تحرق الدهون وتخسر من وزنك. طيب منار، إيش في مؤشرات بتدل بجسمي غير مثلا الوزن؟ لأنه في أشخاص بضل وزنهم ثابت بس معدل الحرق كمان ثابت ما بيحرقوا. شو في مؤشرات بجسمي أنا أحس أنه أنا لازم أغير شغلات بنمط حياتي لحتى أزيد معدل الحرق؟ اللي هو الخمول، فمن الخمول رح تروحي لإيش؟ نقص بفيتامينات. فدائما الشخص لما يحس بهذا النوع بيروح لدكتور، بعطيه بحكي له فحوصات معينة يعملها مثل فيتامين دال، ممكن الزنك، ممكن المغنيسيوم، ممكن الثايروكسين الثايرويد مثلا للغدة من خلالها. بس عادة أول مؤشر إنه أنا وزني أنا مثلا مش عم بنزل، مش عم بنزل ومش عم بطلع، مش عم بطلع، فبيكون ثابت. فهذا الشيء غلط طبعا، هذا الشيء غلط طبعا، فلازم يراجع دكتور على اساس يعمل فحوصات، وبعدين يروح عند اخصائي تغذيه ننظم له وجبات صحيه او نظام غذائي صحي. تمام. في حال يعني متحدث عن الدهون وخصوصا الدهون، هل اول شيء الدهون لها علاقه بالوزن؟ احيانا في ناس بتفحص بيكون وزنها طبيعي ولكن مستوى الدهون عالي بجسمها. طبعا الوزن، دائما انا بحكي الوزن عباره عن رقم، اهم شيء نشوف محتوى الوزن، اكمن نسبه الدهون، الكتله الدهنيه قديش، العضليه، كميه السوائل. ممكن شخص مثلا يكون وزنه 80 بس عنده كتله عضليه عاليه، ممكن الشخص الثاني يكون وزنه 80 بس عنده كتله دهنيه جدا عاليه. الوزن هون ما له دخل، ما له، الوزن رقم. نعم. بيطلع وبينزل حسب كتلة دهنية. هو الشكل العام للجسم والمقاس اللبس، يعني احنا طبعاً كسيدات بنقدر نحس اذا احنا عندنا مناطق فيها دهون اكثر من المناطق الثانيه. طبعا. نعم. طبعا اكيد. منار، كثير في اشخاص بيلجأوا لطرق معينه حتى يخسروا فيها وزن ويحرقوا. نعم. فيها دهون. منها الصيام المتقطع، منها الرجيم العادي اللي هي ممكن توزيع الوجبات، توزيع وجبات خمس وجبات. نصيحتك بهذا الموضوع بالنسبه للصيام المتقطع اللي عم نسمع عنه اخر هلا ما في، يعني كل الانظمه الغذائيه بنحكي عنها صحيه طول ما هي عم بتدخل احتياجاتك. الصيام المتقطع ضروري جدا، اي شخص بيتبع الصيام المتقطع لازم يكون تحت اشراف اخصائي تغذيه. ليه؟ لانه هو مبداه الصيام لمده 16 ساعه والاكل خلال 8 ساعات، فخلال 8 ساعات يعني الشخص بده يدخل سعرات حراريه بتلائمه. بتعرفي 8 ساعات مش هالوجبات يعني، فلازم يعني ضروري جدا يكون معك كاملة. طبعا من فيتامينات، معادن، بروتين، كربوهيدرات والسوائل. طبعا خلال فترة الصيام الشخص عادي لو يشرب سوائل، مي، قهوة، بس اهم شيء ما تحتوي على السكر. هاي اهم شيء عشان شيء صح. الاشخاص اللي عندهم نسبة الدهون عالية بزبط معاهم يعملوا كيتو دايت؟ كيتو هلا شوفي، الكيتو دايت مبدأ انك انت تعتمدي اعتماد كامل على الدهون
والبروتينات و5% تقريبا من النشويات اللي ممكن ناخذها من الخضار والفواكه. هلا هذا انا ما بفضله كثير خاصه فتره طويله، لا فتره طويله لا، يعني مش نمط غذائي صحي لمده طويله، بده مثلا اسبوعين 3 أسابيع بالكثير ممكن ممكن. وفي ناس لجأت له وطبعا ناسبته يعني بتناسب، يعني في اشخاص حسب طبيعه الجسم، حسب طبيعه الجسم بالضبط. نحكي بالاخر طبيعه الجسم هي الحكم الاول والاخير. نعم يعني منار ابو صبيح شكرا على كل المعلومات اللي قدمتيها، فعلا معلومات قيمه وقد ايه مهم دائما نحافظ على يعني غذائنا بشكل كامل دائما، ونتابع حاله جسمنا ونحافظ على الرياضه وشرب الماء ونبعد عن التوتر والنوم والعامل النفسي. ايوه العامل النفسي نفسيتنا حلوه دائما. نسيت النوم يا ابراهيم، النوم اهم شيء. ساعات النوم يعني نحاول ننام بدري من 6-5 ساعات بالكثير، والوقت في اشخاص بقول لك انا بنام بالنهار دائما بنقول انه لا نوم الليل لا نوم الليل هو هو اللي بنقدر نحرق فيه سعرات حراريه. نعم لانه في ماده او غده بالدماغ فيها بتفرز ماده اسمها الميلاتونين، هاي ماده الميلاتونين بتنفرز اكثر شيء بالليل، هي بتشعرنا بالنعس فبدناش تنفرز الصبح ويصير في لخبطه، فهو المشكله. شكرا لك منار، صباح نورتينا، شكرا.